فكره البنبوطيه الفرقه بتاعتك؟ هو احنا كنا مجموعه شباب يعني بنحب السمسميه وبنحب التراث بتاع البلد، فقررنا ان احنا نعمل فرقه. ده من 20 سنه حاجه يعني 22 سنه مثلا. 22 سنه مع انك لا عازف ايقاع ولا عازف سمسميه بس بحب التراث السمسميه، وبعدين اصلا ليا خال بيحب السمسميه، فهو الصراحه اللي علقني بيها، هو اللي خلاني اتعاشق واحب السمسميه. يعني بتتلف في الافراح في الحفلات؟ طبعا في الافراح والحفلات والمناسبات. هي اكتر ولا مثلا دي جي اكتر؟ لا طبعا هو السمسميه عشان هنا مشهوره في بلدنا، فهي اكتر حاجه مطلوبه هنا في بلدنا السمسميه. دلوقتي يعني عايزك في حفله، تمام هتتفق على ايه مختلف عن اللي هتتفق عليه عن فرح؟ هو وضع الفرح بيبقى كمان في العدد وفي طريقه الشغل اللي هنعزفها في الفرح. بمعنى اشرح لي كده. يعني بالنسبه مثلا موضوع الفرح، الفرح ليه شغل معين، في ترتيب معين، في اغاني معينه هي اللي بتتغنى هنا غير اللي بتتغنى هنا. طبعا. ايه بقى اللي بيتغنى لازم في الفرح ده اساسي؟ يعني اساسي مثلا زي اغنيه ليل وانا مثلا، دي اغنيه تراث هنا جميله. يا للي، الحاجات دي مسموعه قوي على فكره، يعني الحاجات دي بيحبوها اول سويس او المصريين عامه. انما بقى الحفلات ممكن يبقى كل اكتريت شغلنا اذاعي. اذاعي دي الاغاني الطربيه العاديه. تمام يا فندم. البنبوطيه جايه من المهنه، من البحر. مين البحر؟ لسه المهنه شغاله. المهنه شغاله موجوده. البنبوط اللي هو مين بقى؟ البنبوط ده حضرتك اللي انت بيتعامل مع الصيادين، او هو صياد وبيتعامل مع المراكب، بيتعامل مع البلد اللي بيبيع بقى لل... هو ده البنبوط. هو ده البنبوط. وطبعا ليه شكل معين ورسمه معينه واللبس السديري. دي موضوع كده. والله لو جاني محبوب الليله، محبوب الليله، والله لا اقول له سلامات من الغيبه، سلامات فريش لو كشمير دولار.